في كثير اشخاص بتلاقي بيكون ببالهم انه اذا هن تاخروا بحكيهم ما بيأثر، اذا اولادهم رح يتاخروا بحكيهم، فما بيتجهوا صوب الاختصاصيين بالنسبه لهي النقطه، او يعني بياخروا اكثر شوي، لانه المعتقد موجود انه اذا الاهل حدا منهم تاخر بحكيه الولد رح يتاخر بحكيه وما بيأثر. ما بنترك بقى الولد انه بالضروره لانه حدا من اهله تاخر انه هو كمان نتركه وما نعالجه. لازم يكون التدخل مبكر. انا هيدي النقطه اللي حابه ضوي عليها، انه لو حدا من الاهالي تاخر بحكيه مش بالضروره انه الولد رح يتاخر بحكيه. هاي اول معتقد. وثاني معتقد انه ما بيأثر، بنتركه على راحته. بالنهايه صحيح بالنهايه الولد رح ينطق، بس ما بننطر وما بنأجل. مع انه عنوان حلقتنا اليوم الوراثه او العامل الجيني كمان يلي كمان له دور، وقديش ممكن نحن نكون عم ننقل هيدا التأخر بعيدا عن العلاجات صوفي، يعني نحن كأهل يمكن حدا منا تأخر بالنطق، في طريقة لنتوقع؟ أكيد مثل ما عم بقول إنه من أول الإرشادات اللي بدنا نعطيهم هي إنه الأهل يحكوا كتير مع الولد، لأنه أوقات بنسأل الأهل إذا بطبعهم بيحكوا مع الولد بيكون جوابهم إنه نعم، بس بيكون هو بالنسبة للحياة اليومية، بس بين ما هو نحن اللي بدنا إياه هو غنى غنى، يعني عم نحكي تقريبا عن حكي مستديم، طريقة حكي مع الولد وصف لحياته اليومية تقريبا فيها كتير تكرار، وهي كل الوقت موجودة بين الأم، خاصة أكيد الأم والولد بشكل، لأنه كل ما عطيت الولد أو كررت كلمات استعملتيهم بشكل دائم دائم، كل ما هو معقول يرجع ياخد هول الكلمات ويستعملهم ويقولهم. فهيدا أول نقطة كتير مهمة، يكونوا الأهل كتير عم بيحكوا مع الولد، وكمان يكونوا عم بيقروا له قصص لو هو كتير صغير. وقت تكوني عم تقري له هيدا الكتاب وتوصفي له إياه، خلص رح يلقط هالكلمة ورح يعرفها إذا شافها وين ما كان، على غير صورة بغير كتاب بغير ظرف، او شافها على التيفي رح يعرف ورح يقولها للكلمه رح يسميها. اوكي. بفيد كمان انه نكون عم نسمعه اغاني، بس بضوي على نقطه بلا ما يحضرها. اوكي. ما يكون عم بيحضر الفيديو او الكليب مثل ما بيقولوا تبع الاغنيه، يكون عم بيسمعها ليركز على الكلمات، يركز على الاصوات اللي عم بيسمعهم، وكمان لساعتها هو يحاول هو يكون عم بيعيدهم ويقولهم.